مرحبا يا حبايبي يا حلوين، اليوم بدي اعمل لكم حلا او مهلبية كتير كتير زاكية على الطريقة التركية، ومكوناتها سهلة واقتصادية وعن جد لذيذة كتير. بدي اعملكم اياها بطريقة كمان سهلة وما بدها كتير مكونات، وبنقدر احنا بمكونات بسيطة موجودة بالبيت نعمل حلا او مهلبية تركية. هلا بحكي لكم المكونات، وهذا الحلو كتير صحي واقتصادي وبنفع في رمضان. كل عام وانتم بخير، جايين احنا على رمضان وبحاول انا اعمل لكم شغلات تكون اقتصادية وتكون ما مش مكلفة ونعملها بكل سهولة. خلينا نروح للمقادير. اول اشي بالنسبة للمقادير يا حبايبي يا حلوين متابعين الكرام، بدنا 6 اكواب من الحليب بالاكواب المعيارية او اللي هي عبارة عن لتر وكوبين. هيهم هلا بدنا نحطهم بالطنجرة عشان احنا بدنا نطبخهم على النار. خلينا نحط المهلبية نجهزها بعدين بنشرح على باقي المكونات. ان شاء الله بدي اعمل لكم هلا عادي واعمل كيتو. هي 4 اللي هو هذا لتر، 4 من الاكواب المعيارية، وهي 2 هي صاروا 6 اكواب. هيك صاروا 6 اكواب من الاكواب المعيارية اللي هم عبارة عن لتر ونص. ماشي يا حبايبي يا حلوين، خليني ابعد المكونات الثانية عشان تشوفوا. هاي طبعا بالعادي احنا بنعمل لكل كوب بنحط له معلقة طحين ومعلقة نشا، بس اليوم بدنا نحط اقل، يعني كأنه بنحط لكل كوب معلقة من النشا او الطحين. ف6 اكواب هدول بدنا نحط لهم 3 معالق كبار من الطحين و3 معالق كبار من النشا ومعلقة من الفانيلا، معلقة صغيرة طبعا. بدكم تحطوا نكهات تانية هيل او تحطوا مكونات اخرى، مثلا مزهر مستكا. اليوم انا بدي اعملها على الطريقة التركية، راح احط فانيلا وهي كوب كمان من السكر، وهذا كله بنوديه وين؟ على الغاز عشان نعمل المهلبية. خليني اشرح لكم على باقي المكونات. هاي بنوديها هلا على الغاز عشان تنطبخ، بس انا بروح انا وياكم بس اشرح على باقي المكونات. هلا المكونات الثانية اللي هي الشعيرية العادية بدنا نحمصها على الغاز كمان عشان نحطها مع هاي المهلبية، كتير كتير زاكية. هذا كوب من الشعيرية، يمكن 110 جرام، هذا اذا عندكم ميزان، و50 جرام اللي هو نص اصبع الزبدة، 100 جرام، هذا 50. بنحطهم على النار وبنحمصها تحميص، يعني تكون شقرة مش محروقة، انتبهوا بتمرمر. هاي هلا بدنا نحطها على الغاز ونحمصها يا حبايبي يا حلوين عشان تفوت بالمكونات تبعت المهلبية. هلا شو بدنا بالنسبة للمكونات اللي بدها تفوت بعد ما نطبخ المهلبية؟ الشعرية اللي وديناها على الغاز، في عنا جوز هند ناعم او خشن كوب، وكوب من البندق. طبعا اوزانهم مختلفة لانه كل واحد حسب الوزن تبعه، بس تقريبا كليتهم عبارة عن اكواب، يعني كوب البندق مثلا 180، وكوب جوز الهند تقريبا 55 60. المهم هدول كمان منضيفهم للمهلبية. هلا بالنسبة للبايركس بندهنه بالزيت من جوا عشان اذا بدكم تقلبوها، بصير تقلبوها وبصير ما تقلبوها، خياركم يعني. وفي ناس احيانا بتبلها بالماء البايركس قبل ما تدير عليها المهلبية. هاي هذا
هذا هيك خلصنا منه جاهز عشان نروح نطبخ المهلبية على النار. منزينها بالفستق الحلبي، ورد المحمدية، البندق او جوز الهند، اي واحد فيهم او كلهم انتم احرار. المهم ها هي مهلبيتنا. خلينا نروح على الغاز نطبخ الشعرية ونعمل المهلبية. بدي اطفي الكاميرا ونروح على الغاز. وهي الشعرية على النار، وبدي احط انا المهلبية على الغاز الجواني لبين ما تتحمص معي الشعرية. خليني اشتغل بالجهتين مع بعض. شايفين يا حبايبي يا حلوين؟ طبعا احنا هنا بنحمص الشعريه بطريقه انها تصير لونها اشقر. هذا حلا سهل وحلو، بامكانكم اذا بدكم تستخدموا كمان الشعريه الباكستانيه بصير، بس هذا موجود بالبيت وسهل واقتصادي وزاكي. نحرك المهلبية كمان واحنا بنشتغل. دايما حاولوا تستغلوا وقتكم تشتغلوا الاشياء مع بعض، وجربوها يا جماعة وما راح تندموا. ولا تنسوني باللايك والشير. خليني اعلي الغاز شوي، كنت موطيته، والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وفولو على الانستغرام وعلى تيك توك وصفحتي على الفيسبوك مطبخ مريامة بالتاء المربوطة. وهلا ان شاء الله هلا بس اخلص من هدول بعمل لكم الكيتو ان شاء الله ما اطول عليكم. المهم هلا بدنا نحمرها. خليني اطفي الكاميرا وبرجع لكم بس تتحمر. وهلا يا حبايبي يا حلوين قربت الشعريه او تحمرت خلص، انا بدي اشيلها عن النار واحطها بصحن لبين ما تستوي المهلبيه. خليني احط المهلبيه وتشوفوها هنا عشان شو اسمه ما تنحرق الشعريه. وهلا هاي الشعرية بلشت، المهلبية يا ربي بلشت تتكاثف معي. وهاي الشعرية شايفين ما احلاها هيك، هذا اللون حلو شايفينه. حتى انا هلا بحركها عشان ما تاخذ كمان حرارة وتغمق معي، فانا بضلني احركها. خليني احطها على جنب واركز بالمهلبية. هلا بدنا اياها احنا شو المهلبية تجمد عشان نحط باقي المكونات عليها. شايفين يا جماعة عن جد جربوها والله ما راح تندموا، عن جد سهلة. طلعوا كيف على السريع بس عملية طبخ وتحطي المواد معها وتديريها بالبايركس. شايفين؟ خليني انا اطفي الكاميرا بس لبين ما تصير بديها تصير تبقبق يا جماعة هيك تسخن. وهي بلشت تسمك، شايفين بلشت تسمك معانا. هلا احنا منشيل الخفاقة ويا الله ريحتها شو حلوة مع الفانيلا. خليني اوطي الغاز وهي منضيف. خليني اشيل من ايدي المساكة، منضيف الشعرية ومنضيف البندق. خلاص شايفين ما احلاها، ها بلشت تبقبق معنا ها
وهي كوب جوز الهند وكوب بندق وكوب شعرية مع 50 جرام من الزبدة. وخلاص بدي اطفي النار ونروح نسكبها سوا. نروح على الطاولة نسكبها. هلا هي حضرنا البايركس، دهناه حكيت لكم بالزيت، بتدهنوه بالزيت او بتبلوه بشوية مي الجهتين صح. واي مكسرات يا جماعة، اي مكسرات بدكم اياها تحطوها، ممكن تبرشوا لوز، ممكن بندق، اي مكسرات بدكم اياها بتسكبوها بتحطوها مع بتحطوها مع المهلبية. شايفين؟ خلص بعدين بكملها أنا. نساوي السطح. ممكن تبلوا مي وتساووا في السطح، بس بدي انظفها انا محل ما قلبت معي الطنجرة. المهم هيك صارت جاهزة. وهيك صارت مهلبيتنا التركية اللذيذة صارت جاهزة. وخلينا نروح بدي اوديها تبرد بحرارة، بتضل بدي احطها في مكان مش بالتلاجة لبين ما تبرد تماما، وبعدين بنحطها بالتلاجة لمدة على الاقل ساعتين. برجع لكم عشان اعمل الكيتو. وهلا يا حبايبي حلوين بدنا نعمل الكيتو. والمهلبية الكيتو هاي اصلا موجودة على قناتي، بس راح ارجع اعمل لكم اياها عشان تشوفوا مكوناتها كمان مرة. اليوم بدي اعملها كمان بالفانيلا. على قناتي انا عملتها شو اسمه، عملتها بالقرفة. هلا بالنسبة للمكونات اللي فيه، اللي هي عنا كوب كريمة، هيو راح احطه بالطنجرة ان شاء الله تكون واضحة. وفي الكوب هذا مية باردة مش سخن، هاد يعني كوب كريمة وكوب مية باردة بحرارة المطبخ، يعني مش باردة متلجة، بحرارة المطبخ. وكوب مية سخنة عشان بدنا نحط معه اللي هي معلقة الجيلاتين، معلقة كبيرة من الجيلاتين مع كوب ماء ساخن. هذا هو اللي بدي كثف لي المهلبية تبعت الكيتو، لأنه ممنوع يكون في مع نحط لهم أي كربوهيدرات، فمنكثف لهم المهلبية الجيلاتين. هاي حطينا كوب مي باردة، كوب مي سخنة مع معلقة كبيرة من الجيلاتين، وكوب من الكريمة، ومعلقتين كبار من سكر ستيفيا او اي محلي. انا عندي هون سويت كير، في شو اسمه، هاي الجيلاتين البقري الكل موجود في السوبر ماركت. هلا هاد يا جماعة الفانيلا، معلقة صغيرة او حتى نص معلقة صغيرة فانيلا. بدنا نعمل نفس المكونات اللي عملناها بالحلى التركي، بدي اعمله لحبايبي الكيتونيين. حرام كمان هم لهم نفس ياكلوا. اذا بدنا نحط نفس المكونات، راح نحط معلقتين كبار من البندق، ومعلقتين كبار من جوز الهند المحمص،
وهلا بنحط كمان معلقتين كبار من ال ال هذا الجوز الهندي العادي، تقريبا معلقتين كبار. هذا كله بس اغليه بحطهم، ونفس الطريقه نفس الطريقه راح نروح على الغاز ونطبخها ونعمل الكيتونيين نفس ما عملنا لإلنا او للعاديين. نروح على الغاز، بدي اطفي الكاميرا ونروح على الغاز. يلا، وهي جينا على الغاز، بدي اوطي شوي الغاز بلاش تنحرق الكريمه. وهلا كل المكونات حطيناها مع بعض، كوب الكريمه مع كوب مي بارده او بحراره المطبخ، والكوب اللي بيغلي مع او سخن، مش بيغلي، سخن منيح يعني. سخنت المي وحطيت معها المعلقه الكبيره من الجيلاتين البقري. بس يغلي يا جماعه، هذا ما بتكثف، ما بتحسوا بالكثافه زي النشا، بس يتكاثف. بنحط لهم المكونات اللي حكيناها، كيف هناك حطينا كوب من جوز الهند وكوب من البندق وكوب من الشعيريه. فانا حمصت الجوز الهند وعملته مثل الشعيريه، وعن جد كتير زاكي. انا بعملها دائما هاي الوصفات لما اعمل مهلبيه لعيلتي، بعمل لإلي من هاي المهلبية، عن جد كتير زاكية. بس هي مشكلتها انه بدها تنعمل قبل بيوم او على الاقل قبل بساعتين ثلاثة، عشان بدها تبرد بالثلاجة وتجمد، لانه الجيلاتين بطول ليجمد مش مثل النشا. خليني اعلي شوية الغاز. يعني هاي علامته انه بس يفور، بس يفور من حط عليه المكونات. خليني اطفي الكاميرا وبس يفور برجع لكم. وهي يا جماعة انا شلت الخفاقة واستعملت الاسباتيولا، خلاص بلشت تفور العلامة. حكيت لكم العلامة بهاي المهلبية الكيتونية انها تصير تغلي، ما راح تشوفوها جامدة الا لما تبرد تماما. بتبردوها كمان بحرارة المطبخ، وبس تبرد وتبطل تطلع بخار بنحطها بجوا الثلاجة. هاي بديل الشعيرية اللي هو الجوز الهند المحمص، بتحمصوه على النار ما بده اشي. بنضلنا نحمص فيه، ممكن تحطوا له شوية زبدة وممكن على الناشف زي ما بدكم. وهي الجوز الهندي الني، وهي البندق، وطبعا هذا مسموح بالكيتو. وبرمضان الواحد بيجي عباله ياكل مع يتحلى مع عيلته. وهاي هي وصفتنا، شايفين كيف بتغلي. هلا بدي اطفي النار واروح اسكبها انا وياكم. خلص غليت. وهلا يا حبايبي، هلا يا حبايبي يا حلوين، بدي اسكبها انا وياكم. بس خليني اجرب، بدي ادهن كمان هدول، بدي احطهم بهدول الفخارات واجرب ادهنهم، بلكي لما يبردوا اجرب اقلبهم. لما اقلبهم، لانه هذيك ممكن اقلبها بطلع شكلها احلى، بدي اجرب انا وياكم بس يبردوا. طبعا اذا قلبوا او ما قلبوا مش فارقه كتير، بس المهم نشوف، بلكي هيك لانه دهنتهم زيت بس يجمدوا ويقلبوا معي وما يغلبوني، راح يطلع منظرهم حلو. هاي وحدة وهاي تنتين، حلوين هدول الواحد يضيف فيهم برمضان الفخارات. وراح يجوا هدول كلهم، طبعا دهنتهم زيت. انا عملت نص الكمية قبل التصوير، بس مش قبل التصوير بكتير يعني، لسه ما لحقوا يجمدوا. هلا بفرجيكم اياهم، بس جمدوا يعني مش مي. بكونوا شوي بدهم على الاقل ساعتين ثلاثه بالحراره بالثلاجه بعد ما يبردوا على حراره المطبخ، بنحطهم بالثلاجه. وهي اجوا معي هدول ثلاثه،
انا هناك صغرت الكمية، طلعوا معي صحنين. بدي افرجيكم الصحون اللي بالاول، طبعا هدول لسه، والبايركس تبع البايركس لسه كمان. هيو شايفين هذا بجمد بسرعة، طلعوا كيف جمد واخذ وجه. هلا بدي اجلتنه واحطه بالتلاجة، لا على الاقل بعد ساعتين بفرجيكم كيف بدي ازينه، او شو اسمه، يا اما بتخلوه هيك بتزينوه او بتقلبوه. شايفين كيف هدول جامدين، جمدوا بس مش كتير. ها شايفين، بلكي هيك كمان ساعتين ارجع اصور لكم اياه لما بدنا نتناوله، اصور لكم اياه. شايفين ما احلاه، هيو خلص جمد. شايفين، ها شايفين تماسك. هذا هو، هاي هي المهلبية التركية، كتير لذيذة وتقدم في رمضان. عن جد احنا برمضان بنحب القشطة والاشياء اللي بالقشطة، مثل الكنافة والعثمانية وكل القطايف وكل الاشياء اللي فيها، كل الاشياء اللي فيها قشطة، كتير بنرغبها في رمضان. وكل عام وانتم بخير، بفرجيكم اياها عند على طاولة التقديم، بلكي هيك بس تجمد منيح، بعد ساعتين اصور لكم اياها. وكل عام وانتم بخير حبايبي، وصحتين وعافية، وبلاقيكم على طاولة التقديم. باي باي. وهي احلى واطيب مهلبية بالشعرية والبندق على الطريقة التركية، عملت لكم عادي وكيتو، تابعوها بالفيديو وان شاء الله رح تعجبكم، كتير كتير طيبة يا جماعة، زاكي كتير. وكل عام وانتم بخير حبايبي، رمضان كريم، وكل عام وانتم بخير حبايبي متابعيني الكرام، وصحتين وعافية، وباي باي.